طيب في البداية نتعرف من حضرتك على الأخطاء الشائعة اللي بيستخدمها رباط البيوت لتخزين الأكل. اوكي، دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم قلتوا اللي هو الفتره بتاعت الناس بتفرزن الاكل بتاعها وفي رمضان وكده. اول حاجه لازم الناس تعمل على قد الاستهلاك بتاعها، يعني هي تستفيد من خبراتها السابقه ان هي عملت قد ايه حاجات، سواء خزنتها في الفريزر او جابت مثلا كميات من البصل والثوم او وخسر منها قد ايه، او هي ما استخدمتش قد ايه. فهيبقى في حته ترشيد استهلاك ان هي هتجيب على قدها او على قد احتياجاتها او على قد الاستهلاك بتاعها. في من ضمن مثلا الحاجات زي ما حضراتكم قلتوا التفريز ممكن يكون صح، بس على حسب ايه؟ على حسب ان انا اخدت الاجراءات السليمه اثناء عمليه التفريز بتاعي. ابرزها مثلا دلوقتي الناس بتبتدي تعمل الخضار وتيجي تعمل الثوم، والثوم ده علامه يعني علامه استفهام عايز اتكلم عليها، وحاجات كتير جدا، واللحمه المفرومه والكفته وحاجات كتير لوحده جدا بتاعتنا وبيحطوها في التلاجه. الثوم لوحده ولا بيحطوه في حاجه يعني؟ لا، الثوم لوحده التخزين بتاعه، لان في حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا ده خطر ده غلط ده صح، طب ايه الصح؟ طب الناس تخزنه ازاي؟ فده بالذات يعني على جنب عايز اتكلم عنه. فبوجه عام ان انا لو اتخذت الاجراءات السليمه اثناء التخزين، بعد كده لما اجي اطلعه هستخدمه ازاي مش هتكون في اي مشكله. انما لو في طبعا اجراءات غلط اثناء الاعداد، او ان انا جيت بقى ابتديت اطلع من الفريزر وابتدي اسيبه في درجه حراره الغرفه العاديه وقت طويل وبعدين ابتدي اطبخه، او ابتدي ان انا يعني اطلع الحاجه من الفريزر اخد منها شويه واروح مرجع الباقي، كل دي اجراءات غلط الناس بتعملها. طيب هل ده بيمشي على كل الاكل؟ يعني مسألة على كل الأكل دي اللي هي الاحتياطات كلها، لو انا جيت خدتها صح هتمشي، لان معظم التفريز ايه؟ الناس بتعمل خضار، بتبتدي تعمل هي كفته تحطها في الثلاجه، بتبتدي ان هي تعمل الثوم وهتكلم عليه سواء التخزين العادي او في الفريزر، سواء بيجيبوا اللحوم سواء السمبوسك سواء البطاطس النص مقليه، الناس بتبتدي تعمل كده. فده مش يعني الحاجات دي مش غلط. خلينا ناخدها زي ما حضرتك قلتي كده، الامثله اللي حضرتك ذكرتيها زي ما قلتي البطاطس الثوم كل الامثله دي فعلا يمكن الحاجات الشائعه اللي الناس بتحب تخزنها. تمام.